ضغط الدم، الوقاية والعلاج. الحلقة الثالثة من ضغط الدم، اتكلمنا في حلقتين بالتفصيل قبل كده عن أسباب وما هو ضغط الدم وإزاي نشخص ضغط الدم وإزاي أعرف أن عندي ضغط. طب لو أنت بقى مريض ضغط فعلا، أو لو أنت خايف يكون عندك ضغط وعندك تاريخ عائلي أو لحاجة، يبقى الموضوع ده يهمك. الموضوع ده يهمك، تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، قناة طب وتنمية بشرية، اخوكم بكورس طب عين شمس 91، مستني من المانيا 99. ومش عايز اعيد الكلام، يا ريت ما تنسوناش بتعليق ولايك ظريف. الحلقة التالتة من ضغط الدم، اتكلمنا قبل كده فكرة عن ايه هو ضغط الدم، اسباب ضغط الدم، العوامل اللي بتؤدي لضغط الدم، وشرحناها بطريقة بسيطة زي ما تعودتوا معانا في القناة على البساطة. واتكلمنا في الحلقة التانية عن ازاي اعرف ان عندي الضغط وازاي اشخص الضغط وامتى اروح للدكتور. الحلقة دي هنتكلم عن الوقاية والعلاج. طب ليه ضغط الدم ده مرض خطير جدا؟ الحقيقة ان ضغط الدم مرض ممكن يكون صامت، وممكن جدا زي ما قلنا في الحلقة بتاعت التشخيص ما يكونش عندي اي اعراض، بس بيعمل لي مشاكل. طبعا بيبوظ الاوعية الدموية، ويبوظ جدار الاوعية الدموية، ويأثر على القلب. لذلك مريض الضغط لازم دايما يتابع القلب زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. وممكن يعمل مضاعفات جامدة كانسداد او تمزق في اوعية الدماغ لا قدر الله، او ضعف وضيق في اوعية الكلى، او في العين، او في الذاكرة، او في الفهم، وممكن توصل للجلطات. امتى اخد علاج لضغط الدم؟ قلنا في الحلقة اللي فاتت، هنوه لها بسرعة، قلنا ان الضغط الطبيعي اللي انتوا حافظينه 120 على 80 ده مش هو بالظبط دلوقتي حسب اخر احصائيات سنه 2020. اقول لك ان الضغط الطبيعي في الجمعيه العالميه لامراض القلب في امريكا من 115 ل 75، يعني 115 فوق و75 تحت. لو 120 على 80 يعني معقول، بس مش هو المثالي. طب بدايه ارتفاع ضغط الدم منين؟ لو اللي فوق اكتر من 135، اللي هو الضغط الانقباطي اللي هو السيستوليك، والضغط الانبساطي او الدايستوليك من 90 ل 99. اما لو وصلنا للمرحله الثانيه من ارتفاع في ضغط الدم وزاد معانا اللي فوق عن 155 او اللي تحت على 100 او الاثنين مع بعض، فدي مرحله خطيره. المرحله الثالثه والاخطر انه يزيد اللي فوق عن 180 واللي تحت عن 110. يبقى كده الأدوية مش جايبة نتيجة. والسؤال اللي انتوا دايما بتسألوه، هو الضغط اللي فوق أهم ولا اللي تحت أهم؟ هو صحيح الاثنين مهمين، ولكن اللي تحت بالذات مهم، لأن هو ده بيتكلم لنا على حالة القلب، لأنه بيحصل أثناء انبساط القلب زي ما قلنا في تعريف ما هو ضغط الدم في الحلقة الأولى. في ناس تشخيصها كده ارتفاع انقباضي لكن انبساطي طبيعي، وده ما بخافش منه، يعني لو الانبساطي 75 80 ما بخافش حتى واللي فوق عالي قوي. ولكن الاكثر شيوعا ان هو الانقباضي هو اللي يبقى عالي. طيب ما هو علاج ضغط ارتفاع؟ علاج قلناه في الفكره بتاعه التغذيه في الحلقه الاولى برضه. ان انا اقلل السكريات والنشويات على قد ما اقدر، وما تزعلوش مني. اتوقف عن التدخين او اقلله على قد ما اقدر، كحوليات لو موجوده اقللها على قد ما اقدر، وطبعا الملح الطعام، تقليل ملح الطعام. لو جوزك عنده الضغط قللي له ملح الطعام، هتلاقي الضغط اتحسن. بمعنى ان هو تغيير في نمط الحياه، يعني العمليه مش برشامه، مش دواء توطي الضغط وخلاص، لا، دي اخر حاجه المفروض نعملها. نغير نظام حياتنا، نتحرك كتير، نلعب رياضه، ننظم الغذاء زي ما قلنا، هنزود المعادن الكويسة اللي هي البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، ونقلل الصوديوم على قد ما نقدر. عشان كده ملح الهيمالايا ممتاز، لانه مليان معادن وفي منجنيز بيعمل ريلاكسيشن للأوعية الدموية او ارتياح للأوعية الدموية. والتغيير في نمط الحياة لوحده ممكن يكون كافي لو احنا تابعنا، ولكن زي ما قلنا في حلقه التشخيص مش بدماغنا، او مش جارتي بتاخد دواء ضغط تاخد دواء الضغط. ادويه الضغط
فيها مزايا وفيها عيوب. من اشهر ادويه الضغط الديوريتكس زي الثايازايد اللي هي مدرات البول، دي بتقلل الميه في الجسم فبالتالي الضغط جوه الانابيب بيقل، لكن ما بتعالجش السبب، خلي بالكم. كمان البيتا بلوكر، البيتا بلوكر بتنظم ضربات القلب زي الكونكور مثلا، هنعمل لكم حلقه مخصوص عن الكونكور ونشرحه بالتفصيل، هيخلي النبض قليل، كل ما النبض يبقى قليل كل ما الضغطه تبقى قليله. طبعا نمره 3 ادويه الكوليسترول والدهون الثلاثيه بانواعها، لو الكوليسترول اتحسن هتلاقي الضغط اتحسن اوتوماتيك، وده مش بالدواء بس، بالرياضه وحرق الدهون. في بعض الحاجات زي مثبطات الانزيم المحول للانجيوتنسين والانجيوتنسين 2 وحاصرات قنوات الكالسيوم، دي بتشتغل بقى على السبب نفسه، بس دي زي ما قلنا ما تتخدش دون استشاره الطبيب. بعد نجاحك في مستوى الضغط المطلوب وتحسن الضغط بالدواء ما توقفش الدواء. كمان بننصح بادويه السيوله لو ما عندكش موانع ليها زي الاسبرين، لان ده هيحسن معانا خطر الاصابه بامراض القلب المفاجئه زي الجلطات. طب اخفض الجرعه امتى يا دكتور؟ الجرعه ما تخفضهاش بدماغك. انت حسنت والضغط وطي عشان بتاخد الدواء. لو وقفت الدواء هيعلى تاني، ده خطوره الضغط. اذا بتتابع قياس ضغط الدم زي ما قلنا عند الدكتور او عند الصيدلي، لكن تغيير الدواء او تغيير الجرعه دي بتكون تحت اشراف الطبيب، ما تغيرش كده بمزاجك بفكره النهارده الضغط واطي ما اخدش الدواء، لا. من ضمن الحاجات المهمه جدا الوقايه من ضغط الدم. الوقايه من ضغط الدم، تناول الطعام الصحي، المحافظه على وزن صحي، ممارسه تمارين الرياضه بانتظام، تقليل الكحول والتدخين. في حاجات مكملات غذائيه بتساعد، في زي بعض البذور الطبيعيه دي بتحسن معانا الضغط اوتوماتيك، الكاكاو، زيت كبد السمك، الاوميجا 3 والثوم، دول هيساعدونا بطريقه غير مباشره بتقليل الضغط. والحقيقه كل واحد فيهم، يعني اوميجا 3 عملنا لها حلقات، لكن الدهون الثلاثيه دي عكس الكوليسترول، دي دهون مفيده للجسم. الطريقة المثلى للوقاية هي دمج الأنظمة الغذائية في تناول مأكولات غنية بالمواد دي، وممكن كمان تاخدها كحبوب، يعني في ناس بتاخد أوميجا 3 كحبوب، وفي ناس بياخدوا كالسيوم كحبوب، لكن دايما بقول استشير الطبيب. ضمن الحاجات الجميلة اللي بتحسن الضغط وثبتت في ألمانيا بتعمل عليها دراسات اليوجا وتمارين التنفس والاسترخاء، كنا عملنا لكم حلقات قبل كده عن تمارين التنفس، احط لكم برضو الرابط بتاعها. بكده احنا اخدنا 3 حلقات عن ضغط الدم، وعرفنا في الحلقه الاولى ما هو ضغط الدم وما هي اسباب ارتفاع ضغط الدم. في الحلقه الثانيه عرفنا ازاي الدكتور بيشخص ضغط الدم بالاعراض والعلامات والكشف على حضرتك، مش مجرد قياس ضغط مره يبقى عندك ضغط. في الحلقه دي عرفنا فكره عن الوقايه والعلاج. هنعمل لكم كمان حلقه رابعه عن اسئلتكم عن ضغط الدم، وهي اسئله كثيره جدا. انا جمعت بعض الاسئله، اكتبوا لي تحت في التعليقات اي سؤال، هجمع كل الاسئله بتاعت الضغط ونعمل حلقه مخصوص عن اسئلتكم والاخطاء الشائعه في علاج ضغط الدم. استنى اسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.